هذا الصورة. فمثلا في تصوير البانكيك يتم استخدام قطع كرتون علشان يكون البانكيك بحجم جيد مالي مكانه، والأهم يملى العين. وبعدين يتم وضع الفواكه والإضافات وشراب القيقب أو الصوص، وهو عبارة عن زيت سيارات. شنو؟ إيه زيت سيارات، عيل شلون يلمع بهالطريقة؟ أما بتصوير الكورن فليكس أو حبوب القمح، فيأخذون الطبق ويكون فيه جلي ويصبون فوق الصمغ الأبيض أو الجلو الأبيض علشان تظل قطعة القمح أو الفاكهة مرتفعة وواضحة وما تغوص أثناء التصوير. يعني الموضوع ما في حليب ولا تقدر تاكله. وهالصمغ على فكرة يستخدمونه بتصوير البيتزا بعد والجبن السايح. أيضا الآيس كريم بيطقوني الحين، فهو عبارة عن خلط مواد منها صالح للأكل ومنها غير صالح للأكل مع شوية أصباغ علشان تطلع بهالطريقة. وفي طريقة ثانية وهي البطاطس المهروسة وإضافة بعض الألوان لها. يعني اللي تشوفونه بالصور ما هو آيس كريم، لأن الأهم إنه ما يذوب أثناء التصوير. أيضا تصوير الدجاج، أولا يتم لصق الدجاجة بالصمغ لتعديل قوامها وشكلها بالطبق، وبعد ذلك تخلط بعض الأصباغ والمواد الغير قابلة للأكل ويضاف لها صابون غسيل الأواني، وتدهن الدجاجة ويتم تصويرها بدون طبخة. يعني الدجاجة غير صالحة للأكل كذلك. وهذا الفرق بين الدجاجة الخاصة بالتصوير والدجاجة المطبوخة. وبعد عندنا تصوير الكريمة الخاصة بتزيين الكيك، يستخدم فيها فوم الحلاقة أو كريم الحلاقة، والشبس الخاص بالمطاعم واللي نشوفه دائما بالصورة يختلف عن اللي يوصلنا، يستخدمون فيه أعواد خشبية لتثبيته بطريقة جميلة. أما بتصوير المشروبات الغازية ولتكثيف الغازات بالمشروب نفسه، يتم وضع حبة دواء فوار لزيادة فوران الغازات أثناء التصوير. اللي انصدمت منه العنب، يحطون عليه بودرة الأطفال ويرشونه بالماء علشان يعطي هذا الشكل الجميل اللي يختلف عن الحقيقي. والشوربة لتصويرها للمنيو، يحطون داخلها ماعون صغير علشان يشيل بعض المكونات اللي مع الشوربة للتصوير، لأن في الحقيقة راح تغوص هذه المكونات لو ما حطوا الماعون. السندويشات والوجبات السريعة، أولاً ما يتم طهيه أطراف اللحم فقط وتخطيط الباقي بقطع ساخنة علشان تعطي إيحاء الشوي، وعقبها يحطون نماذج من السلطة الفريش اللي تم اختيارها بعناية على الشكل وليس الطعم، وتثبت العناصر بأعواد خشبية، وحتى باقي الأمور توضع من الخارج فقط للصورة. بالنهاية الفن ليس له حدود، والأسفل